النادي الأهلي، ومبروك للكابتن الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة، وأثبتوا فعلا إن هم رجالة. الأهلي يستاهل أكتر من كده، لا التالت ده مش بتاعنا والله، والله أنا المفروض إحنا في الفاينل، والله المفروض في الفاينل على اللعب ده، لعب رجولة رجولة رجولة، ما شفناش الأهلي أحسن من كده يعني. عنده اكتر من كده ويدي اكتر من كده، المفروض احنا نبقى في الفاينل والله. الحمد لله على المكسب. الناس اللي كانت بتقول قبل الماتش ان الهلال هيكسب الاهلي بنتيجه كبيره، لا احنا كسبنا بنتيجه كبيره، وان شاء الله السنه الجايه احنا رايحين كاس العالم، وهناخد كاس العالم باذن الله السنه الجايه، وهننافس على البطوله. ده العادي بتاع النادي الاهلي يعني، لو قارنا الفرقتين في القيمه التسويقيه والكلام اللي كانوا بيقولوا في الاول، فكانوا بيتكلموا ان الماتش محسوم للهلال، بس ما فيش حد كان واخد في اعتباره الرجوله اللي بيلعب بها النادي الاهلي وروح الفانيلا الحمراء اللي دايما بنتكلم عليها، واللي ظهرت النهارده في الملعب رغم الاصابات والاجهاد بتاعت لعيبه المنتخب. اقول الف الف مبروك للنادي الاهلي لوصوله ثالث عالم، وهو قيمته اكتر من كده، وهي دي رجاله النادي الاهلي. اقول الف الف مبروك للنادي الاهلي، وده مش جديد على النادي الاهلي، هو دايما متفوق ودايما كسبان ان شاء الله. النادي الاهلي ليه شخصيته، النادي الاهلي فريق كبير، مش كون ان الاهلي خسر قدام بالميراس وهو لعب ماتش قدام تشيلسي. النادي الاهلي طول عمره كبير بادائه بفرقته، والحمد لله النهارده اسعدنا. خلي بال حضرتك ان الاهلي ان الهلال فعلا بطل اسيا وفرقه كبيره، لكن النهارده عشان ياخد اربعه الاهلي من اول الماتش متفوق، الاهلي فايز 2-0 وهم 11 لعيب. الحمد لله. طبعا هو النادي الاهلي اثبت ان هو نادي عالمي بيلعب بمنظومة مجلس إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني، بمنظومة عالمية وليس محلية. موسيماني بتاع المباريات الصعبة وبتاع المباريات التقيلة، وهو بيعرف يلعب المباريات الكبيرة. النهاردة اللي ساعد موسيماني روح الفريق، النهاردة أحسن لاعب في الملعب هو الروح بتاع الفريق، لأن النادي الأهلي بيلعب كرة جماعية. النادي الأهلي واصل للعالمية، مش محتاج هو اللعيبة بتعبر عن نفسها في الملعب، اللعيبة كلهم أدوا اللي عليهم سواء اللي جوه أو اللي بره. الماتش عالمي وأداء اللعيبة ممتاز وأداء الموسيماني هايل، بس إحنا يعني عندنا طموح بقى إن شاء الله يعني نعدي البونزية بقى، نفسنا بقى في الفضية والذهبية. الأهلي طبعا بيثبت إن هو بمنحدر، واللعيبة يعني رجالة، بس في لعبة لسه عليها كومنتات، لكن في النهارده أحمد عبد القادر هايل، في النهارده ديانجي ما شاء الله، حمدي فتحي، لعبة ما شاء الله، الله أكبر، كلها في وقت الشدة بنلاقيها موجودة. طبعا الأهلي هو الأهلي بكل نجومه، بكل لعبته، بكل إدارته، المنظومة الكاملة اللي هي على أساسها بنقدر ناخد في الظروف الصعبة والشدائد اللي احنا فيها برونزية العالم، لها قدر نتيجة للمنظومة الطيبة اللي فيها النادي الأهلي. الثقة الكبيرة في لعيبة ورجالة النادي الأهلي إنه خلاه يسافر رئيس للبعثة وهو موجود وعنده أمل ضعيف إن الفرقة تاخد تقدم عرض يعني مقبول، لكن هي ما قدمتش عرض مقبول. احنا فزنا ماتشين وتهزمنا ماتش، يعني نسبة نجاح 75%. النهارده أثبتنا إن احنا الزعيم بتاع الأندية العربية بجد، مش بس بالكلام يعني. الحمد لله خدنا المركز الثالث بجدارة في كل الظروف الصعبة اللي واجهتنا، سواء مع المنتخب أو في إن احنا لعبنا في ظروف في إصابات، وفي حتى الماتش اللي فات كان فيه باد لك وفي طرد حصل لنا وكان فيه شويه مشاكل كده، لكن اللعيبه كان قد الرجاله واثبتوا النهارده ان احنا نستحق المركز الثالث، وان شاء الله اللي جايه باذن الله الكاس هناخده باذن الله.